جد؟ لا معلم، هلا هيك بتستاهل صورة. طبعا شنو فتحت الباب شنو سكرت الباب، هذا السر ما راح اعلمكم عليه. تمام، مو هلا بشرح لكم عليه، بس حطوا لي خيو 30 لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب وصبايا؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة، كما عودناكم مولانا عودكم دائما عن فيديو جديد. طبعا أنا كمزارع عادي، أنتم شايفين طبعا أنا بنص الأرض عم بشرف على أعمال الزراعة حاليا. طبعا أنا دخلت مباشر بالفيديو حتوصف لكم الحالة، لا أحكي لكم أنا شغلت دبلة، أنا مشغلها من زمان وعم بحصد وأبذر وأزرع. تمام، هو رح يخلص تقريبا، ضل عنده شوي. في عنا هني كمان، في عنا الماكينة، يمكن خلصت. طالع شوف الخريطة، اتوقع اضل شوي، بدها هي كمان بدها شوي. في عنا هون الماكينة اضربت ستوب، خلينا نروح هي. اتذكر اخر مرة اخذنا عقد. طبعا هلا في سؤال اكيد انت اختفي بالك سيدي المشاهد، اكيد اكيد سألتني ليش انت بهاي الماب ما رحت على الماب الجديدة. شكلك ما شفت الاستبيان وشكلك كمان ما شفت النتيجة، او ممكن كنت شايفه انت كانت لصالحي، لصالحكم، لصالح الماب الجديد. طبعا ما كنتوا شايفين هون قدامكم على الشاشه طالعه النتائج الاستبيان، انه انتصر هذا الماب صراحه في نهايه الاستفتاء، انتصر معنا هذا الماب، فلذلك نحن طليت بهذا الماب ما غيرته، مع انه بدون اي تدخل مني عن هاي اللعبه صراحه. يعني ما دخلت انا ولا قلت لحدا انه صوته هون او صوته هون، جد يعني نحن شفافين وعنا المصداقية عالية جدا، يعني تعرف شلون، يعني خرج اصير رئيس دولة يعني ان شاء الله بالمستقبل مشان هالشيء. طبعا انا ما بدي اصور بالوقت هذا، يعني الدنيا ليل وبدي بس اخلص هذا البطيخ، وطبعا هون ضو القمر طلع كانه الدنيا نهار، طلع شلون. بس ولا جنب الليل، طبعا هون قرب يخلص هذا الدرمو، خلينا نشوف شو قد في معه. بتكفي روح عجله، فيها نصها بس. تمام، خلينا نتركها هي ننساها لاني رح ترجع لهون تخلص. تمام، فلذلك طبعا هون نحن عم نستنى هاي الماكينه تخلص. طبعا بس خلصت هاي الماكينه خلاص رح توقف، وهذيك الثانيه لحقها قبل ما تشتغل من اول وجديد اللامبرجيني. طبعا ما رح يتبين معكم ما، طب استنوا نخلص الليل ويجي النهار. تمام، وهلا مثل ما لكم شايفين طلع الضوء وخلصنا كل شيء. طبعا مو كل شيء خلصنا، طبعا خلص الزراعه، خلصنا تقريبا الاشياء المهمه، تقريبا هون جاهزين. لازم نروح دور بالبيكان تبع التكس تبعتي، لازم نروح فيها على الطرف الثاني على الارض هذيك ونجيب الشحن، وش اسمه هي الثانيه معاش اسمه مع الحصاده مشان نحصد هذيك الارض. تمام، رح نعمل هذا الشيء. ثاني شيء رح نعمله اللي هو بعد ما نجيب الحصاده، طبعا قبل نحن جايين الحصاده جايبينها معنا، بدنا نفضي الحمل هون مشان نخلص من المهمه. بعدين في شيء مهم اذا انتم تتذكروا بهذيك الارض ما كنت عجبني كثير، في شيء مثل بيوت بلاستيكيه او زراعه صناعيه بهالشكل هذا. انا بتذكر شفته بشمال الارض، تمام افرجيكم المقهى، شفته انا هون. تمام، بس هون ما في مكان اروح لعنده ابدا، فلذلك بدي اروح بالسياره. فخلينا اول شيء خلص هدول وبعدين بنروح لهنيك بنشوف شلون بدنا نقول شلون بدنا نستك الوضع ونشغله ونستفيد منه ونشرح لكم عليه بهذاك بنفس الوقت. فخلينا اول شيء نروح نجيب هاي الحصاده وسياره الشحن ونروح نفضيهم. واشوف انا اليوم في شيء غلطه، انه انا مشغل البايفلات اللعبه على البفلات، فهذا يعتبر غلط فادح بالتزييف. اذا طلع صوتي فيه شوية هيك خبشة شغلات يعني لا تدققوا، ها ما قلنا اي هذا الفيديو، ما بدنا نطلع ندخل ونضل ساعتين نستلك لكم الوضع. تمام معلم، الان شو بدنا نروح؟ الله برايي تصف، لا تروح ولا تبطخ، خلينا نشوف هذا يطلع من العشب. والله شكله يا معلم، اه والله جاي لايكو، واو مثل ما انا حاطط حتى الله، طلع حتى محل الدواليب ماشي تماما عالديزم. طبعا معلم شو بدنا نقول له، هذا كان ويت اتش مو شفت اتش، طول بالك معلم بنرجع لك، خلينا نفضيها هون مشان نخلص العقد وبعدين بنشوف شو في التاني. والله بدي ادرك سيوني يا شباب، والله بدي ادرك سيوني. يلا شباب اشتركوا لنا بالقناه، اعمل لكم حركه شغله عامله بالكي بنجيب حق دركسيون. والله شكلي بدي انزلها على يوتيوب يا زلمه، انه بدنا دعمكم نجيب دركسيون. يعني بجد تحاول تخنق، اعمل لكم اشتراك، اعمل لكم لايك، شاركوا الفيديو، ما بعرف
والله موضوعكم انتوا غريب ايها المشاهدين، جد يعني امر لا ما بعرف. طبعا هو خلصنا العقد تمام كومبليت تمام باي باي. في شغله توني تذكرتها قبل ما اروح اكمل، بدي اروح اشوف الحصن. الحصن اوه 26000، انا قبل شوي تذكر شفته اخر مره 21000 كان تقريبا، فانا ايش فكرت بطل يزيد السيرش تمام، كانوا قبل شوي نايمين يا حرام في الطحين بالاراضي تعرفون. تعال عمو تعال، انت بدي اخذك على الارض نمبر اللي بالطرف الثاني عشان نكمل شغل عليها تمام. روح لنكمل نشوف دربنا، في عنا شغل انت بالطرف الثاني لازم نشتغل فيكي. اوه بدها صيانة، نعم انت مركز صيانة في ارضي، لازم في مركز صيانة نقدر نسوي له صيانة. ما لازم نسوي له صيانة يا معلم. طيب شكله يا معلم راح نطول كتير. يلا خيو خد بعدين 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 صيانة، بس تخلص حصد الارض هاي برجع على الصيانة. صحيح في شخص سألني بعث لي سؤال انه شلون بدنا نسوي الارض زفت او نزفتها او نسوي طرقات. شوف يا صديقي انا ما راح اجاوبك بهذا الفيديو، ان شاء الله بالفيديو اللاحق راح اجاوبك، مع انه انا مجاوب قبل، بس راح في عندي فكرة براسي راح اعملها مستقبلا، فلذلك ما راح اجاوبك هلا، بجاوبك بعدين ان شاء الله. في حال انك ما لقيت الفيديو القديم تبع لما استلمت ارضه وسويتها بناء تمام. هلا المهم على كل حال احنا نروح الى المشروع يلي حكينا عليه اللي هو بالشمال اخر شارع هذا تمام، اخر شارع هذا يا سادة يا كرام. سوف نصل الى مكان يلي بدنا نشتغل فيه او بدنا نستكشفه تمام. شوفوا نشتري ما يشتري، يضبط معنا ما يضبط معنا، اللي بتعرفوه. حلو ليكو معلم، هذا هو المشيج. هي الارض لمين؟ هي اكيد لان انا ما اشتغلت هي الارض لسه. شوف معلم هذا هو المكان، شايفه؟ ما شاء الله بصير دلال عقاري. شوف معلم هذا هو المكان، فيه بيوت بلاستيكيه. شلون نشتري؟ انزل انزل صف السيارات، انزل انت راجع انزل. جراند سنتر اوه مركز الاخضر. حلو 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 حلو، عنده هون مخزن للزبوار للسماد الطبيعي. حلو حلو حلو، شكله هذا يدخل بالصناعة أو بالإنتاج أو ما بعرف إيش شكله يا معلم. إنه هون ما في مثل هذيك مكان بتحط عليه الوارد والداخل والشغلات هاي، بس خلينا المهم نشوف شلون نشتري. حلو هلا هاي شحرة 500000، واه ما عندي. اوف 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 عم تنشرى يا لها من طاجة، هي مثل مرافق ما تنشرى يا لها من طاجة. اي والله يا لها من طاجة، انها لا تشرى ولا تباع. شاها هاي الارض 146000، والله بتنزرع معنا هون بتزبط شي بومبستيك صراحة، والله الارض جميلة صراحة. طيب خلينا نشوف ايش حلت هي. الان قد لمعت فكرة براسي، بما انك انت سالتني شلون نسوي الطرقات تمام، وبنفس الوقت في شيء ثاني خطر في بالي بانه ما في هون ما قدرت اشتري هي الاماكن اللي فيها زراعه، وهي رح نعمل لها فيديو ثاني. وفي عندنا هون ارض منيحه يعني مساحتها تعتبر 147، ولا خلينا نروح نشوفها. وين سيارتي؟ روح روح ارجع 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 بسرعه 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 قبل ما نغير رايي، روح بسرعه. بروح اشوفها وبقول لكم ايش هي الفكره اللي خطرت ببالي. شي فكرة بومباستيكية قسما بالله. واو والله مثل ما خطرت ببالي، بومباستيكية نار خرافية معلم. بس هو مسوي مثل الجدار هذا. ايش الفكرة اللي اجت في راسي؟ هو سؤال مهم بانه اجت الارض مناسبة جدا. شوفوا معلم خلينا نصف السيارة هيك بالنص مثل التجار، سوي حالنا تاجر او مثل شلون يسموها هذول اصحاب المشاريع الزناجيل كثير كثير، ان شاء الله نحن نصير منهم ان شاء الله في مباراه يوتيوب. يعني مشاهداتكم ولايكاتكم واشتراكاتكم، وبعد ما تعملوا اشتراكات نجيب ناس، الناس هاي بتشوف الفيديو مره ثانيه فيطلع لهم اعلان، فالاعلان يطلع مره ثانيه فيزيدوا يزيدوا، فيريد يجي اعلانات كمان فيريد يزيد عدد المشتركين، فيصير عندي اعلانات كثير، لما يصير عندي اعلانات كثير بصير يجيني دخل كثير، لما يصير يجيني دخل كثير بروح اشتري فيهم شوفه ارض، شوفه الارض برد اشتريها بيعها. المهم حتى تصير سنجل. المهم ايش الفكرة اللي خطرت ببالي؟ أول شيء شوفوا الأرض ما عجبتنا كبيرة جدا. أول شيء راح أشرح لكم شلون نسوي طرقات بقلبها تمام؟ شوفوا شلون هي مثلا نقصها هيك
صحيح، بعمل قصة هيك مسوي هي نص وهي نص، مع ان الارض كتير رخيصة ونقدر نسوي لها استصلاح جدا جيد. طبعا هون هاي الغابة الباكية ما بعرف شو نلاقي لها دوبارة، نلاقي لها دوبارة المهم، ونحط هون بقلبها مخازن ونجهزها في كل اشي نحن نحتاجه، لان الارض رخيصة 147 الف جدا جدا يعني بومباستيكية صراحة بجد. وفي عندي انا من المخازن كتير اشياء ممكن ابيعها ونجي هون نستثمرها من اول وجديد. طبعا نقصها بالنص، وبعد ما نقصها من النص نخلي هاي الشقفة المربعية بنسويها زراعية، وراح اورجيكم شلون نحول الارض العشبية لارض زراعية. تمام، هي فيديو تاني رح اشرح لكم شلون قصقص الارض وشلون نسوي لها زفت وشلون نظبطها. تمام، فيديوهين، فيديو ثالث نجي على الطرف الثاني من الارض، نيجي من هون هون هذا نستسطح قسم منه ونخلي قسم ثاني، بس نخلي المعامل بنصنصين صف واحد، بدل هذيك المعامل ما نحطين هنيك بنشيلهم وننقلهم ونحطهم هون. افكار معلم، شيء ذهب، شيء مدعوب عليه بجد، يعني لا تحكي ولا كلمه. بعدين بنجيب نصف هون المعامل، بعد ما نصف هون طبعا هون بنعيد صياغه الارض بنظبطها شيء ما يناسبنا. تمام، بعدين ما نعمل هذا كل شيء بنجيب هذول البيوت البلاستيكيه اللي شفتها هلا اكيد لها موت. تمام، مثل اللي فرجتوها بالفيديو الماضي. تمام، بانه هي ما زبطت، فاكيد انه ممكن اعمل انا بيوت بلاستيكيه او بيوت زجاجيه. تمام، او بيوت هذول اللي المركز زراعي اخضر، تمام، مركز صناعي بس لصناعه الخضار. تمام، فرح نعمل واحد كمان، هذا بيطلع له شي 4-5 فيديوهات وهيك معلم. نحن هيك وصلنا تقريبا سحبتنا 4-5 اشهر معنا فيديوهات من وراء شوفات الارض هيك. ايش رايكم؟ فكره ذهب. اول شيء نبلش نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشتري الارض. ها، لحقها 150 الف. بوي، طبعا ما في كمسيون هون شباب عشان تطمن، بس المصيبه وين؟ الدخله والطلعه على الارض. جد يعني دخلتها وطلعتها كثير سيئه. شوف انا هون معاملي كلياتها لازم نلاقينا دوباره ندخل ونطلع منها من هون. طيب هلا بانه معي التاكسي تبعيتي خلينا ندخل هون بالغابه نتفرج ايش في، ما في نتفرج على الغابه، ما نفرج على الغابه خلاص نسكر الفيديو. وان شاء الله مثل ما حكينا لكم بالفيديوهات الجايه نبلش نسوي شغله شغله. واو 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 والله يا معلم، حتى هاي الغابه ما بشرح قاطع شو شرح هاي الغابه. اوه مليون، اوه والله غالي معلم. بس معلم هون عندك شجر ليوم الشجر مثل ما يقولوا، عندك هون شجر ليوم الشجر، بتقص بهالشجر وتفرم وتبيع، تقص بهالشجر تفرم وتبيع، تقص بهالشجر تفرم وتبيع، بس انا ما بحب الشجر فلذلك ما بعرف. لو انه طبعا في شيء مهم جدا انه الارض لما تستصلحها تعطيك اشياء بومباستيكية صراحة. يعني هتتذكروا بالفيديو الماضي انا الارض اول ما دخلت عليه صارت تعطيني مصاري بدون ولا سبب. اول مره بدخل على لعبه صرت تعطيني مصاري من يعني من محاكي المزرعه. اول مره اسوي ارض ادخل عليها صرت تعطيني مصاري من اول ما ادخل، يعني بدون ما اشتغل بدون ما اسوي اي شيء. يعني هذا شيء بومباستيك صراحه، ما دائما عم تجيك مصاري. والله شوف يا معلم، يعني هي الارض جميله صراحه، وانا بحب الشجر كثير صراحه، يعني مش نكون صريح مع صراحه تماما. بس في مشكلة واحدة، انه طريقة قص الشجر وقصه وحصده وهذا فرمه وبيعه كتير كتير متعبة صراحة. شوفوا هون عاملينها مثل اسمه مشان واحد ما يطلع بسرعة. طيب خلينا نروح نسوي هيك لفة حوالي الماب نتفرج ايش في شغلات، الا ما نلاقينا هيك شغلة هيك مخفية نستفيد منها. يعني مثل هاي شوفت الارض، هاي لمين؟ هاي هاي الشوفت الكبيرة. بس والله الارض كبيرة مرة جد. وا وات شو هاد؟ شو هذا سكرو؟ الله 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 جد. لا معلم هيك بتستاهل صورة طبعا. شلون فتحت الباب شلون سكرت الباب هذا السر ما راح اعلمكم عليه. تمام، مو هلا بشرح لكم معي، بس حطوا لي خيو 30 لايك. تمام، هذا الفيديو بجيب 30 لايك، لكن 30 لايك 30 لايك شو؟ 30 لايك بجيب. اكتبوا لي تحت بالتعليقات خيو اذا بدكم، خلاص انا بعلمكم، بس اذا بدكم تكتبوا لي تحت بالتعليقات اشوف انتم عم تشوفوا الفيديو كامل ولا ما عم تشوفوا الفيديو كامل، ومن ثم نقرر ننزل لكم هاي الشرح شلون ولا لا. والله بدي اروح اجربها اللي على البيك اب معلم. هون مزروعة شو اسمه، بس هي الأرض مربعة، بس لا بقى جميلة جدا يعني. والله طلع معلم بلش أول ما تخلص على الخريطة شوف
ماشيين بسرعة 200 يا دوب وصلنا بقى خدتها. بس معلم بأنه نحن كنا عم نحكي على الماب، أنا في شيء ذكرته. شوف الأرض هاي دي أنا اشتريتها من عند النهر لنهاية الماب، يعني تعتبر أرض ضخمة جد، وبعرض الأرض أنا بعرض أرضي كلها، يعني تعتبر استثمار بومباستيك معلم. يعني خصوصا بدي أعلمكم شلون استصلحها وشلون نحولها نستفيد منها، نحولها نسويها أرض زراعية. يعني شفتوا أنتم هيك عشب مثل هيك، بسويها مثل هيك أرض تنزرع وتنحصد وكل إشي، شيء بومباستيك معلم. معلم خلينا نرجع البيت، حوج أنا مليت وأنا بفتح بالسيارة لأني تحمست كتير كتير كتير، فلازم نرجع نبلش شغل جد صراحة حوج. تمام وبس، يكون هذا وصلنا نهاية الفيديو، لا تنسوا لايك واشتراك، سلمى كل يوم جديد حلقة جديدة، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.